باكستانيين وعرب إلى آخره. اذهب إلى فرنسا شوف كم فيها من مئات الآلاف من الإخوة المغاربة وغيرهم. اذهب إلى استراليا شوف كم فيها مثلا من أهل الشام من الأعداد الكبيرة. طيب السؤال الآن، وكذلك قل مثل ذلك في أمريكا وفي غيرها، ما هو حكم هؤلاء في إقامتهم هناك؟ العلماء كما ذكرت لهم في ذلك مذاهب. من أهل العلم من يقول إنه لا يجوز أن يقيم في ديار الكافرين، سواء كان من بلاد مسلمة وهاجر إليهم، أو هو منهم لكنه دخل في الإسلام ويعني وأقام بينهم، يقولون لا يجوز. طيب حتى لو كان يستطيع إقامة دينه، حتى لو يستطيع، الحديث واضح، أنا بريء من مسلم أقام بين ظهراني الكافرين. هذا القول الأول فيما يتعلق بحكم الإقامة في ديار الكافرين. القول الثاني في هذه المسألة، قالوا إذا كان يستطيع أن يقيم شعائر دينه في هذا البلد، يستطيع يصلي مع الجماعة، يستطيع أن يبني مسجدا، يستطيع يصوم، ما أحد يقول له لماذا صمت، يمتنع عن المنكرات التي يقعون هم فيها، ما أحد يلزمه بالوقوع فيها، ما أحد يلزمه أن يأكل ربا، ما في إلزام، تبغى تقترض ربويا اقترض، ما تبغى تقترض الأمر إليك، ما في إلزام له بالمعصية. المرأة ممكن تلبس حجابها، ما أحد يمنعها مثلا، كما يقع الآن في عدد من بلاد أوروبا، تجد أنك تمشي في الطريق تأتي إلى أي مكان وتجد يعني تجد المسلمين فيها، وتعرف أن هذا مسلم من أحيانا من ظهره، أحيانا يكون ملتحيا، أو ربما أيضا كان يلبس ثوبا، أحيانا يلبس قميصا لا بنطالا، أحيانا في بعض الأماكن المرأة ترى عليها حجابها. طيب السؤال الآن، هل هؤلاء يجوز لهم الإقامة؟ هذا هو القول الثاني. قال بعض أهل العلم إذا كانوا يستطيعون أن يقيموا شعائر دينهم وهم مقيمون في هذه البلاد فيجوز لهم أن يقيموا فيها ولا حرج عليهم، هذا القول الثاني. القول الثالث، قالوا إنه إذا جلس عندهم لحاجة، مثلا إنسان قال أنا عندي مشاكل في بلدي، الآن بعض إخواننا في بعض البلاد العربية لو يرجع إلى بلده السجن مباشرة، أو ربما أيضا يقع عليه ما هو أعظم من السجن، فيقول يا أخي أنا إقامتي في باريس أو في لندن أو في غيرها، يا أخي أنا قاعد أحمي نفسي الآن لأني أنا أصلا مطلوب لأني طالب علم، أو مطلوب لأني داعية في بلدي. مع الأسف يعني أن بعض بلاد المسلمين تضيق أحيانا على المسلمين أكثر ما يضيق على، بل في بعض بلاد المسلمين ممنوع الحجاب حتى أن تضع شيئا على شعرها. يعني أذكر أنه اتصلت بإحدى الأخوات مرة من إحدى البلدان، قالت يا شيخ أني أنا أدرس في الجامعة ومنعوا عندنا تغطية الوجه، وأنا ما بقالي إلا سنة وأتخرج، وممنوع لو أغطي وجهي عملوا لي مشكلة، فماذا أفعل؟ فأفتيتها بحل معين. بعد ذلك اتصلت قالت يا شيخ، قلت نعم، قالت يا شيخ منعوا عندنا حتى تغطية الشعر ممنوع، وألزمونا أن تأتي الوحدة ناشرة شعرها، وترى يا شيخ يعني أنا من الآن فصلت من الجامعة ويعوضني الله. قلت الله يجزاك خير وإن شاء الله أنت على خير، والقابض على دينك القابض على الجمر إلى آخر. ثم تفاجأت باتصال منها بعد شهر، قالت يا شيخ منعوا عندنا تغطية الشعر حتى في الشارع، تقول لو أخرج إلى البقالة وأنا مغطية شعري يمسكني مباشرة الدوريات الأمنية، تمسكني ومعهم كمبيوترات، إذا تكررت مني مرة ثانية يدخلوني في البلاك ليست، في القائمة السوداء، إذا تكررت مني مرة ثانية مباشرة أكلبش ويذهبون بي إلى المخفر إذا تكررت تغطية الشعر. فهذا في بلد إسلام، في بلد يعني أهله مسلمون وبلد عربي، فما بالك يعني أن هؤلاء قد يذهبون إلى بلاد كفرة وتستطيع أن تلبس حجابها. المقصود أن المذهب الثالث للعلماء قالوا إذا كان يستقر في هذا البلد لا بنية البقاء دائما، إنما بنية البقاء مؤقتا حتى يسر الله تعالى له الهجرة إلى بلد آخر، أن ينشئ أولاده نشأة إسلامية على الدين، وإلا فمع الأسف الأولاد أنفسهم نسوا دينه. يعني أنا أذكر أني كنت مرة في السويد وصليت بهم في رمضان في أحد المراكز الإسلامية، ثم جاء أحد الإخوة قال يا شيخ هنا مجموعة من السويديين الشباب 7 أو 8 مسلمون يريدون يجلسون معك.
ناديت واحد من الشباب مترجم وجئت وجلست معه، تكلمت معهم كلمتين، ثم قام المترجم عنده شغلة وسوف يرجع، قال يا شيخ 5 دقائق بس وأرجع. فسكت أنا، فقال لي واحد منهم بالإنجليزي، قال يا شيخ واصل. فقلت أنا يعني ما أستطيع أن أواصل باللغة الإنجليزية طوال الجلسة، ما أستطيع. فقال واحد منهم بلغة عربية مكسرة، قال يا شيخ أنا أستطيع أن أترجم كليلا. قال أمي وأبي عرب وجاوا إلى هنا وأنا لم أولد بعد، يعني ولدت هنا وأمي وأبي حتى في البيت ما يتكلموا عربي، وبالتالي نشأت وأنا ما أعرف أتكلم عربي، حتى أمي وأبي الآن ما يصلون بس أسماءهم أنهم مسلمون، وإلا ما عندهم أي شيء يتعلق بالإسلام، وهم عرب جاءوا من بلاد عربية. يعني هذا يا جماعة الجيل الثاني مباشرة، يعني الجيل الأول الأم والأب، هذا الجيل الثاني انظر إلى التغيير الذي فيه، هذه مشكلة. فالذي يتساهل حقيقة بالفتوى بأن المسلم إذا كان يقيم ببلاد الكفار ما عنده مشكلة، هذه يسبب لنفسه إشكالا. كنت في الأسبوع الماضي في الأرجنتين في مؤتمر تبع رابطة العالم الإسلامي، فتفاجأت أن رئيس الدولة السابق اسمه كارلوس منعم، كارلوس منعم، وإذا هو من أصل لبناني، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس الدولة افتتح المؤتمر وقال وأنا أصولي عربية، بالإنجليزي يتكلم، ما يعرف عربي أبدا، يتكلم أسباني اللي هي لغة البلد وإنجليزي، يقول أنا أصولي عربية، وتلا آيتين ثلاث من القرآن، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تلا 3-4 آيات من الفاتحة في البداية، يتلطف بها مع المسلمين الحاضرين. يعني قام وزير الأديان عندهم اللي وزير الشؤون الإسلامية حقهم، الشؤون اللي ما هي بإسلامية، وزير الأديان يسمونه، قام وتكلم أيضا وتلا آيتين ثلاث، وإن كان لم يذكر أن أصولها عربية، لكن واضح أن كثيرا ممن في البلد هم أصولهم عربية، وهم أصلا جاءوا من بلاد الشام في الغالب، وتمشي في الطريق وتراهم، فإذا أشكالهم ليست أشكال أمريكية أو أوروبية، في الحقيقة أن أشكالهم عربية، لكن هؤلاء جاءوا قبل سنين طويلة، وبالتالي الذين أمامنا الآن في الشارع هم الجيل الخامس أو السادس. فانظر كيف لما جاءوا وأقاموا بين ظهراني كافرين كيف انسلخوا شيئا فشيئا من دينهم حتى أصبحوا من ضمنهم، وأصبحوا في الحقيقة لا دينيين، بعضهم إما أن يكون نصرانيا أو يكون لا ديني، أو لو تسأله يقول لك إنه يعني كريستيان نصراني، لكن في الحقيقة ما عنده دين، يعني لا يذهبون إلى الكنيسة ولا إلى آخره. فالمقصود أن التساهل بالفتوى لمن هم هناك بالإقامة بين ظهراني الكافرين، وأن ما عليكم بأس ما دام أنك تصلي ما عليك بأس، في الحقيقة ما هو بصحيح الكلام. أنا ذهبت إلى سواء الأرجنتين أو إلى غيرها من البلدان، كنت قبلها في الدنمارك في أواخر العطلة، فألقيت محاضرات في عدد من المراكز الإسلامية، يعني أسبوع يمكن ألقيت في قرابة أكثر من 10 مراكز أو أكثر، لم أرى أحدا حاضرا للمحاضرات، مع أن في إعلانات وغيره، لم أرى أحدا حاضر المحاضرات عمره أقل من 40. فقلت لهم، قلت يا جماعة أين أبناؤكم، أين شبابكم؟ قالوا يا عرب، طبعا الحاضرون عرب، لكن هم الجيل الأول لا يزالون، لأن الدنمارك ما فتحت الهجرة إليها إلا قريب، وتعطيهم جنسيات وإلى غيره. فقلت لهم يا جماعة وين أولادكم؟ يعني أنا الآن أخاطبكم أنتم، وأنتم أصلا يعني أبناء المسلمين وجئتم من بلاد إسلامية، لكن عيالكم وين؟ وين أبنائك؟ كم أكبر عيالك؟ قال أكبر عيالي عمره 18. وين طيب ما صلى معنا؟ أنت يا أبو 60 سنة وين أولادك؟ قال والله عندي 4 وكلهم فوق 20. طيب وين أولادك؟ لماذا لا يأتون إلينا؟ قال لي، يقول ولدي والله راح مع أصحابه الدنماركيين، واللي يقول إلى آخره. فأكاد وأن أجزم أني لو آتيهم بعد 20 سنة، إن الله يعني كتب حياة، وقد مات هذا الجيل الأكبر، أنك لن تجد أحدا من هؤلاء يحضر معك في المساجد إلا ما ندر، إلا ما ندر. لذلك أنا أقول حقيقة لإخواني وأخواتي الذين بين يدي، ولمن يبلغهم هذا الكلام عبر التسجيل، أقول إن التساهل بإقامة المسلم بين ظهراني الكافرين هو أمر خطير، سيؤدي بعد فترة إلى انسلاخه هو، أو إلى انسلاخ أبنائه، إلى انسلاخ أبنائه من دينهم. ولئن كان يدخل إلى هذا البلد 1000 شخص، تعال انظر إلى هؤلاء 1000
بعد 10 سنين ستجد أنه لم يبقى منهم إلا يمكن 700 المتمسكين بالدين. هذا مع المبالغة. ثم تعال إلى هؤلاء 1000 مع أبنائهم بعد مثلا 50 سنة، ربما لا تجد إلا آثار فقط. تحدثني أحد الإخوة أنه دخل على في سان باولو في البرازيل، يقول كان عنده بعض المحاضرات، يقول فدخلت عند واحد يصلي معنا، صلى معنا في المسجد، يقول فلما دخلت إلى هذا المكان ذهبنا زائرين إلى شخص، عفوا، يقول ذهبنا زائرين إلى شخص اسمه مسلم لكن في الحقيقة ما يحضر المسجد ولا شيء، يقول فجاء وقت الصلاة، فلما بدأت أصلي في بيته يقول قال يا شيخ تصدق ذكرتني بجدتي، هي آخر من كان يصلي عندنا في البيت، ذكرتني بجدتي هي آخر من كان يصلي، من متى؟ والله ماتت من 10 سنوات، لكن ما عاد أحد يصلي في بيتنا خلاص، يعني أنا فقط مسلم دون أن ينتسب إلى الدين. فالله تعالى أمر المؤمنين بالهجرة، وتوعد الذين لم يهاجروا الذين لا يستطيعون إقامة شعائرهم خاصة، وسماهم الله تعالى بظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ما دام أنك ما تستطيع أن تقيم دينك ليش ما هاجرت إلى بلد آخر؟ فالهجرة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لا تنقطع حتى ينقطع الجهاد، ولن ينقطع الجهاد حتى تقوم الساعة. يجب على كل من أقام بين ظهراني الكافرين أن يجعل في نفسه أني سأهاجر من هذا البلد يوم من الأيام إلى بلد مسلم. إذا تيسرت أموري واستطعت أن أهاجر فلا يجوز لي أبدا أن أقيم بين ظهرانيهم في بلاد لا أسمع فيها الأذان ولا يسمعه أولادي، ويرى أولادي الصلبان في كل مكان وتنطبع هذه الصور في أذهانهم. لذلك مع الأسف قابلت مجموعات من المسلمين في عدد من البلدان يستطيع أن يخرج إلى بلد مسلم، يعني بعضهم اشترى شقة في بلد مسلم وعنده فلوس يستطيع أن يقيم بها تجارة في ذلك، عنده رأس مال، صار له قرابة 20 سنة في هذا البلد. تقول ليش ما تهاجر إلى بلد مسلم ترجع؟ ما أنت عندك شقة ملك في ذاك البلد المسلم وعندك فلوس، لماذا لا تهاجر؟ فيقول لك إيه لكن أنا يا شيخ هنا وضعي أحسن وهنا المستشفيات. فلا تزال الدنيا هي التي تجره إلى هذا البلد مع أنه في غالب الأحيان لا يستطيع أن يقيم دينه تماما. لذلك الله تعالى لما ذكر المهاجرين الذين استطاعوا أن ينتزعوا أنفسهم من ديارهم وأموالهم ويهاجرون إلى بلد لم يألفوها ولم يعرفوها، هاجروا لأجل حفظ دينهم، قال الله تعالى أولئك هم الصادقون. هؤلاء ليسوا كذابين يدعي فقط محبة الله ورسوله دون أن يكون عند الصدق في هذه المحبة، لا، لو كنت حقا صادقا لأطعته، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، لو كنتم صادقون فعلا في ادعائكم الدين والمحبة فليرى الله تعالى من قلوبكم هذا الصدق وتهاجروا من هذا البلد إلى البلد المسلم. أسأل الله تعالى لي ولكم أن ينفعنا وإياكم بكتابه والفقه فيه، وصلى الله على نبينا محمد.